السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله. معاكم مصطفى مجدي إسماعيل، إن شاء الله هتكلم معاكم عن مادة ريزرفوار المحاضرة العاشرة بإذن الله. وإن شاء الله نبدأ محاضرتنا بإذن الله بإجابة السؤال بتاع المحاضرة اللي فاتت. قلت لكم كده سؤال على الماشي عشان إيه نراجع على المحاضرات اللي قبل كده. وكان سؤالنا بيقول إيه الفرق لما أجي أقول إن في عندي هوموجينيوس ريزرفوار وفي عندي هيتروجينيوس ريزرفوار. قلنا الهوموجينيوس ريزرفوار البوروستي بتاعته بتبقى ثابته وما بتتغيرش مع المكان، يعني ما بتتغيرش من مكان للتاني. والهيتروجينيوس معناه ان البوروستي بتتغير مع تغير المكان. تمام. وقلنا برضو ايه الفرق بين لما اقول ايزوتروبيك ريزرفوار وان ايزوتروبيك ريزرفوار. قلنا الايزوتروبيك ريزرفوار النفاذيه تبقى متساويه بجميع الاتجاهات، في اتجاه اكس هي في اتجاه واي هي في اتجاه زد. اما لما اقول ان ايزوتروبيك معنى كده النفاذيه بتختلف في كل اتجاه حسب اتجاه السريان، بتختلف في اتجاه اكس عن واي عن زد. تمام. عايزكم كده تراجعوا على المحاضرات اللي فاتت عشان تبقى المعلومات كلها قريبه في دماغنا ان شاء الله. وهنتكلم النهارده باذن الله عن رقم واحد معلومه بتروليه، رقم اثنين عن ذا ستريت لاين ميثود، ورقم ثلاثه كونكلوجن، ونختم باذن الله بسؤال المحاضره. طب ايه هي معلومتنا النهارده؟ معلومتنا النهارده عن الذهب الاسود. الذهب الاسود ايه اللي حصل؟ ده احنا بنتكلم عن البترول، ايه اللي دخلنا بقى على الذهب؟ عشان سعره بيغلى يعني اليومين دول؟ لا، البترول اصلا المقصود بالذهب الاسود هنا هو البترول. طب قالوا عليه اسود ليه؟ لان لما بنيجي بنستخرج البترول بيبقى لونه اسود. وذهب بيسموه الذهب الاسود. طب قالوا عليه اسود عرفنا ليه؟ عشان بيبقى لونه اسود. طب قالوا عليه ذهب ليه؟ نظرا لقيمته. انا لما بنيجي نكتشف منطقه بيبقى فيها مثلا الخزان بتاعها بيبقى قلنا سي مثلا 10 مليون برميل. تمام. وده بتبقى قيمه كبيره جدا وبيديني فلوس كتيره جدا وبيبقى الربح عالي جدا. تمام. تمام. وبرضه بنستخدمه في مجال كتير، مجالات كتير، كان هو بنستخدمه في كوقود للعربيات مثل البنزين والديزل والكروسين. ده مش كده بس، ده بيدخل حتى في مستحضرات التجميل كمان. ايوه بيدخل حتى في مستحضرات التجميل. طب وايه كمان؟ بيستخدموه في الطب. طب بيستخدموه في الطب. طب بيستخدموه ازاي؟ بيستخدموه في امريكا في حاجه اسمها البيبي اويل، بيستعملوه ايه كزيت للاطفال، وبيستعملوه كمان في مجالات طبيه كتير، وبنستعمله كمان في الاجهزه الكهربائيه والالات الميكانيكيه زي اوناش والمحولات الكهربائيه وغيرهم. عشان كده سمينا الاويل بتاعنا او البترول عامه الذهب الاسود نظرا لقيمته الكبيره في مجالات الحياه. تمام. بعد كده هندخل بقى في ايه؟ في موضوع المحاضره بتاعنا اللي هو ايه؟ ذا ستريت لاين ميثود. اتكلمنا المحاضرات اللي فاتت عن ايه؟ عن الدرايف ميكانيزم وعن الماتيريال بالانس ايكويشن، وهنتكلم النهارده باذن الله عن ذا ستريت لاين ميثود. طب الطريقه دي بنستخدمها ايه؟ عشان نجيب شويه حاجات. رقم واحد الدرايفنج ميكانيزم، بقدر احدد بيها ايه الدرايف ميكانيزم الموجود عندي في الريزرفوار. طب وايه كمان؟ بعرف اجيب بيها الاوريجينال اويل امبليز. تمام. بنعرف منها ايه؟ كميه الزيت الموجوده بالخزان. تمام. كنا بنسميها قبل كده اللي هي الايه؟ الفوليومتريك ميثود. تمام. رقم ثلاثه بنجيب حاجه اسمها سايز اوف جاز كاب، حجم الايه؟ الجاز كاب، طبقة الغاز الموجودة عندي. رقم أربعة بنجيب بيها الووتر انفلكس، بقدر أحدد فيها كمية المية اللي بتدخل مع الزيت أثناء عملية إنتاجه. تمام؟
طب ازاي بنعمل بقى ايه الستريت لاين ميثود دي؟ بنقدر نعمل الكلام ده بالطريقه الاتيه. رقم واحد، بنفرض ان الخزان بتاعنا بينتج من اقل الطرق اللي بتدينا حجم، تمام، اللي بتدينا انتاج. زي ايه مثلا؟ هنبدا بالديبليشن درايف ميكانيزم. يبقى بنفرض ان الخزان ايه؟ ديبليشن درايف ميكانيزم. وبالتالي عندنا في حالتين، اما تكون قلنا ايه اي خزان، اما يكون ساتوريتد واما يكون ايه اندر ساتوريتد. وهنبدا بالايه؟ بالساتوريتد. طب لما الخزان بتاعي يبقى ساتوريتد، الاندر ساتوريتد، يبقى معنى كده الضغط بتاعي اكبر من البابل بريشر، تمام، يعني لا يوجد ايه؟ لا يوجد فيه جاز. الجمله دي اتكررت كتير كتير معانا في المحاضرات اللي فاتت وهتتكرر معانا دايما، تمام. طب يا ترى بقى فاكرين الماتيريال بالانس ايكويشن بتاع الديبليشن درايف ميكانيزم ولا لا؟ تمام، نعمل ريفرش كده ايه ونفتكر. فاكرينها يا باشمهندس. طب كانت ايه؟ ال ان بي بيتا او بتساوي ان بيتا او اي سي اي دلتا بي. لو في ووتر هتبقى زائد ووتر انفلكس، لا هتبقى زائد ووتر انفلكس ناقص دبليو بي بي دبليو، صح ولا لا؟ تمام، ده كده انا ما عنديش ايه؟ عندي ديبليشن درايف في الاندر ساتوريتد، تمام. عندي دي الايه؟ المعادله بتاعت الماتيريال بالانس ايكويشن. عايزين ال ان لوحدها في طرف، تمام. هنعمل ايه؟ هنودي دول هناك، هتبقى ان بي بيتا او ناقص ووتر انفلكس زائد دبليو بي بي دبليو على ايه؟ على البيتا او اي سي اي دلتا بي، هتدينا الايه؟ الام. بعد كده بنحسب الايه؟ الطرف اللي على الشمال، تمام؟ حسبنا قيم، تمام؟ هنرسمه بقى مع الان بي، هتبقى ان بي بيتا او ناقص الوتر انفلوكس القيمه دي على البيتا او اي سي اي دلتا بي، تمام؟ او بنرسمها مع الطيب حسب اللي مدهول، يعني اما مع الان بي لا مع الطيب، تمام؟ لو العلاقه دي طلعت خط افقي يبقى الفرض بتاعنا صحيح والخزان عباره عن ايه؟ ديبليشن درايف ميكانيزم. طب لو الخط ما طلعش افقي وطلع مثلا بيزيد، طب ايه يكون عندي ايه؟ معنى ان هو بيزيد، معنى ان الان بي بتزيد، تمام؟ معنى كده ايه؟ معنى الان بي بتزيد معنى كده ان في طاقه اكتر او في بريشر اكتر بيعمل ازاحه للزيت. طب الطاقه دي بتيجي من ايه؟ اما تكون جاز كاب، اما ان تكون ووتر درايف، تمام. يبقى خلاص، يبقى ما هو يبقى ما تم الخط بيزيد يبقى ده ايه؟ مش ديبليشن، يبقى لا اما جاز كاب لا اما ووتر درايف، تمام. طب انهي واحد فيهم؟ فكروا كده معايا، هيبقى انهي واحد في الاثنين؟ هنرجع لاول نقطه قلناها ان الخزان بتاعي ايه؟ اندر ساتوريتد، يعني البريشر بتاعه اكبر من ايه؟ البابل بويند، يعني لا يوجد ايه؟ فري جاز، وبالتالي الخزان بتاعي ما هوش جاز كاب، وبالتالي يكون ايه؟ الريزرفوار بتاعي عباره عن ووتر درايف ريزرفوار، تمام؟ تمام. طب نروح للحاله الثانيه، لو الخزان بتاعنا ايه؟ لو الخزان بتاعنا ساتوريتد، ايه بقى الحال؟